لو الحكاية فيها إن فيتو وتوحيد الاقتصاد العربي أمكن وتوحيد العملة عشان عاوز يبقى زي أوروبا، وسميت العملة الجنيه المصري أساس يمشي في كل دول عربية. توحيد العملة إزاي؟ زي اوروبا حضرتك اليورو تمام، يعني هتسميه جنيه مصري حاجه. انا مسميه الكلام ده قاله في الجرنان هنا الدول العربيه كلها، يعني هنسمي الجنيه العربي على اساس يمشي في كله. واخد بال حضرتك؟ طب العلاقات بيننا وبين قطر تم فين؟ لا ان شاء الله بفضل الله، انا ليا اسلوبك يعني لو وصلت باذن الله ليا اسلوب هجيب من الدين من القران من كلام ربنا، واكلم القاده العرب واقول لهم ربنا جل شانه قال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. احنا بنتكلم على روسيا وامريكا، ايه سياستك في العلاقات يعني الخارجيه تعمل فيها ايه؟ راس مالي حضرتك اشتراكي يعني تبع روسيا طبعا يعني. لا انا حضرتك يهمني توحيد الصف العربي، مساله امريكا انا دي ما تهمناش حضرتك حاليا، لان هي علاقاتها مع مصر هي بيهمها مصلحتها في الشرق الاوسط، ما بيهمهاش مصر تكون في على ما احسن حال او لا، ما بيهمهاش، هي عاوزه مصلحتها انها تمشي، ليها مصلحه هي اللي بتدور عليها. شايف مصلحه مصر مع مين؟ مع روسيا ولا مع مين؟ حاليا مع روسيا. حاليا مع روسيا. وانا طبعا انا بايد سياده المشير السيسي ان هو عمل رجع العلاقات مع روسيا من جديد، والصفقة العسكرية اللي هو عملها خدمة حضرتك دي حاجة بتفرحني. طب انت هتبقى واقف في المنافسة مع المشير على فتح السيسي؟ ايوه انا على فكرة اهم حاجة في الموضوع ده ان انا مش عاوز انافسه، لان انا عارف هي محسومة للمشير السيسي خدمة حضرتك، دي لا محالة ودي معروفة. انا عاوز بس يعني اوصل صوتي، سواء انا بقى انا بتكلم عن نفسي، لو قدرت ابقى رئيس انا مش طمعان في كرسي الرئاسه، عاوز اعمل حاجه لبلدي. الملف الامني اولا، اي دوله في العالم مش مصر بس لما ما فيهاش امن كافي مش هيبقى فيها استقرار، طالما ما فيش استقرار مش هيبقى فيه استثمار، ما فيش استثمار هيبقى هتسوي اقتصاد واقع. طب البطاله والعداله الاجتماعيه، انا ليا رؤيه ليا حضرتك، البطاله لو بست مش هخلي ولا عاطل واحد. ازاي؟ لان هيشغله. استنى عليا، لان ملف البطاله دي الناس دي كلها تعتبر موجوده في البلد كنابل موقوتة، الناس دي عاوزه تشتغل وعايزه تفتح بيت وعايزه تتجوز. انا رؤيتي للمساله دي لان انا مالكم اراضي يعني في ملايين افدنا في سينا فاضيه ومش لاقي اللي يزرعها، واخد بال حضرتك، اخد اكبر عدد منهم ومالكهم، هم اولى من المستثمرين الاجانب. وصفقة القمح اللي بتيجي وفي منها بيجي فاسد وبيضر الشعب، طب ما انا اخلي الناس تزرع لي قمح ووفر العمله صعبه واستصلح لهم الاراضي واخد جزء منهم كبير ادخله الشرطه، يبقى دم جديد للشرطه وما حدش هيحاربهم لان ده دم جديد، ويبقى في دوريه 24 ساعه في البلد. واخد بال حضرتك؟ اول قرار هتاخده لما تمسك مصر ايه؟ الملف البطاله مش هخلي ولا واحد، انا بقولها والله المستعان. نعم. توفر شغل ازاي للناس؟ ما انا هم حاجتين حضرتك، هملكهم اراضي اكبر عدد منهم ويزرعوا لي قمح بدل ما ازاي احنا بنقول احنا على مصر فلوس. معلش اسمح لي اقول بس الجمله دي بس سمحت لي، ازاي احنا بنقول احنا مصر ام الدنيا واحنا نقول على العام في استيراد القمح تيجي ازاي؟ وعندي ناس قاعده في وكل حوادث بتحصل يقول لك عاطل ومش عارف. هتعمل ايه في ازمه سد النهضه؟ ازمه سد النهضه دي مش طبعا لازم نعمل اي حاجه. فيتو